أول حاجة بحب أقولها بعد تولي المنصب طبعا، وبشكر الأستاذ جمال على الكلام اللي قاله. أقول إن بشكر كل اللي دعموا قرار وجودنا هنا في منتخب بلدنا، وبرضو نتفهم جدا بعض الآراء اللي ما كانتش مع القرار، ودي حاجة مش هنقدر نقول إن لازم يبقى في حاجة كاملة في الدنيا يعني، لكن احنا متفاهمين جدا وجهتين النظر اللي دايما بيبقوا موجودين في اي اختيار لاي مدير فني او اي اختيار عامه. احنا في مرحله محتاجه تكاتف كل المسؤولين عن او اللي بيعملوا في الرياضه من كل الاتجاهات، واولهم بعد جمهور الاعلام الرياضي. بحب اشكر كل الناس اللي شجعتنا ان احنا نبقى موجودين، وبنقول ان احنا في مهمه اقرب الى التكليف ولكنها مهمه شاقه ومشرفه. شرف كبير ان احنا نبقى في منتخب كبير زي منتخب مصر، وفي ضغط اكبر انه بيبقى منتخب بلدنا تبقى علينا بعض المسؤوليه الكبيره اللي مش هتتحقق الا بتكاتف كل المهتمين بالوسط الرياضي يعني. احب اقول برضو ان احنا جينا بعد مدرب كبير ومعاه فريق كبير حقق انجازات بوصوله لاثنين فاينل افريقيا خلال البطولتين الاخرانيين، ووصل كاس عالم الاخيره، واحنا هنحاول ان شاء الله نكمل او نبتدي من الايجابيات اللي حصلت في الفتره اللي فاتت، وفي نفس الوقت لو في سلبيات هنساعد في انها تتحل، لكن هنبتدي من حيث انتهى منتخب مصر، وعندنا فريق كبير ان شاء الله، لعيبة عندهم خبرة كبيرة، سواء اللي لعبوا اثنين فاينل افريقيا او في كاس العالم، واللي هيساعدوا اللعيبة الاخرين اللي هيتم اختيارهم ان شاء الله. الاعلام الرياضي بالنسبة لنا مهم جدا بالنسبة لاي حد، هو جزء اساسي زيه زي الجمهور بالظبط، الاول والاخر هو جزء مهم جدا لمساعده منتخب مصر. منتخب مصر منتخب كبير، والتدريب لوحده او اختيار اللعيبه لوحدها مش هي اهم حاجه، لكن الدعم الكبير اللي ممكن نلاقيه من الصحافه في مصر او الاعلام في مصر اللي احنا بنحترمها كلها، حتى لو في اراء مختلفه معانا او مختلفه في هنختلف في اختيارات او في بعض الخطط اللي ممكن تتعمل لمستقبل المنتخب، احنا بنتفاهم الكلام ده جدا، ما فيش مشكله فينا. احنا اهم حاجه يبقى في احترام متبادل، ودي اهم حاجه.